السلام عليكم، اهلا بكم من جديد ورب تكونوا بخير. ونكمل كلامنا عن الماتيريالز. في اخر الفيديو اللي فات قلنا ان اي تصميم ما بيتمش الا بمرحله بيتطلب فيها اتخاذ قرار بشان الماده اللي هصنع بيها المنتج ده او اطوره، وممكن برضو العكس انه من خلال اكتشاف ماده جديده تكون هي سبب في فكره منتج جديد. فتعالى قبل ما نتكلم ازاي بنختار الماده المناسبه للمنتج اللي بنصممه، نعرف الاول الاسس اللي اتبنى عليها الكلام ده. فلو جينا نتكلم عن ارتباط علم هندسة المواد بتحديد المشكلة في عملية التصميم، هتلاقيها مرتبطة بمنهجية التصميم، ودي بتتلخص في 3 احتمالات. اول احتمال هو لما بيكون عندنا original design، وهو انه باكتشاف مواد جديدة في كل مرة بتتبعه فكرة لحل مشكلة ومنتج جديد. يعني مثلا لو بنتكلم في مجال الاتصالات، اكتشاف السيليكون النقي من الرمل مهد لصناعة الترانزستورات، وكانت بداية لتطور المجال ده بشكل مباشر، واصبح التطور فيه ملحوظ بصوره كبيره جدا زي ما بنشوف، وكله بفضل تكنولوجيا الماتيريال اللي بنستخدمها. وممكن برضو يكون الموضوع ماشي بالعكس، وهو بحث مقصود ورا خصائص معينه عاوزها في ماده لحل مشكله ضروريه، زي برضو ما توصلنا للالومنيوم في صناعه الطيارات في البدايه بدافع وزنها الخفيف وتفاعلها الضعيف مع الاكسجين وتحملها لظروف قاسيه الى حد ما. فده بيكون دافع للمطورين والمصممين لايجاد الماده المناسبه واللي تصلح للتطبيق اللي يحل لنا المشكله. وده عادة برضو هتلاقيه في مجال الطب لمواد محتاجين انها ما تتفاعلش جوه جسم الانسان زي المفصلات والدعامات، واحيانا بتطلب الموقف ان المادة دي تدوب وتتحلل بعد فترة معينة، فصنفناها ضمن المواد الحيوية، ودي اللي بتسمع عنها بمصطلح البايو ماتيريالز. وكذلك من المواد الخاصة هي المواد اللي بتستخدم في المجال العسكري والفضاء، ومنها السمارت ماتيريالز، وده ساهم في تطور النانو تكنولوجيز، وده لاني ببقى عايز اجمع مواصفات محددة ومش مسبوح فيها باي تضحية. فده كان عن اول احتمال في اختيار الماتيريال. اما الاحتمالين الباقيين ففي منه الادابتيف ديزاين او الديفلوبمنتال ديزاين. انا عندي دلوقتي تصميم بيؤدي وظيفه ما، ولكن زي ما قلنا انه مفيش حاجه في الدنيا بتديني كفاءه 100%، وبحتاج ان اطور في الماتيريال، اما بتحسين كفاءه او تقليل تكلفه ببديل مناسب، وده هتلاقيه متطبق على كل الاجهزه المنزليه. وديت مثال على فكره على البيج بتاعتنا على الفيسبوك، كان حتى على مكنه البيتي فور، وهسيب لكم اللينك بتاع البوست في الديسكريبشن. المهم طب السؤال دلوقتي، انا ليه طيب اقعد اغير في الماتيريال ما انا ممكن اغير ابعاد او الفكره كلها حتى؟ لا لا لا، بص بقى هنا يا ريس، موضوع تغيير فكره تناسب الماتيريال المتاحه ده كان قديم قوي، وحتى نادرا يعني ما بيحصل الا في التصميمات الطبيه، يعني لما بكون مقيد برنج صغير من انواع مواد معينه متاحه قدامي، غير كده ما ينفعش، ده انت ما بتصدق اصلا تلاقي فكره كويسه اساسا. اما بخصوص الابعاد فانا ممكن احتاج اصمم بارت داخل ماكينه مثلا كنوع من التطوير فيه، فانا هنا هكون مقيد بابعاد محدده، تمام. اما بقى الاحتمال الثالث هو الفاريانت ديزاين، هنا بقى مش بغير في الوظيفه ولا الاداء، ولكن باستخدام مواد تانية ممكن بدل ما كان التصميم 20 في 20 سم مثلا يبقى بماده تانية تقل وليكن 10 في 10 سم، وده مهم جدا ليا برضو حتى كوزن مش شرط ابعاد. يعني لو بتعمل غلايه من الستيل غير ما تعملها من الكوبر او الالومنيوم اكيد. طب ماشي، ده كان عن الحالات اللي بختار على اساسها الماتيريالز. ايه بقى المبدا اللي بمشي عليه في اختياري ده ايا كانت الحاله؟ بص، هو في شكلين بيتعلقوا بكيفية اختيار المواد بعد تحديد فكرة المنتج. اولهم السيستم بريك داون ستراكشر، وده الحالة اللي بنستخدمها لما المنتج وظيفته كمجمل بتكون واحدة، ده لو بنتكلم عن تطوير، فهيكون تكوينه متغير بناء على وظيفة كل جزء فيه. يعني ايه؟ عندي مثلا قلم رصاص عادي، الوظيفة ثابتة حتى لو كان ميكانيكال بنسل اللي هو قلم رصاص الاسنان يعني، ولكن لو جيت تجزأ مكونات القلمين هتلاقي في اختلاف يعتبر كل في التكوين والوظيفة في كل جزء فيه. فالمنتج سواء أول مرة أعمله أو طورت فيه، فأنا البارتس اللي متكون منها المنتج ده اتغيرت، فبالتالي وظيفتها اختلفت، وبالتالي برضه لازم هنا أشوف أنه مادة مناسبة للمكونات دي، وبيتم إن بعد ما عملت التصميم بجزأه حتة حتة وأشوف كل مكون حسب وظيفته والأحمال اللي عليه. بعدها بقى بشوف ايه المادة اللي تديني الخواص المطلوبة، وكمان بعمل حسابي في انه هل المادة دي قبل ان اقدر اشكلها او اشغلها واوصلها للبارت اللي انا عايزه ده ولا لا. الطريقة التانية هي السيستم فانكشن ستراكشر، وده في حالة ان تكون المنتج بيتغير برضه بس بناء على اللي داخل له واللي خارج منه، والوظيفة ثابتة هنا هي كمان. يعني ايه؟ انا هنا بشوف المدخلات اللي عندي اللي هي يعني الطاقة اللي هتعمل الوظيفة، وايه المادة الجديدة اللي اقدر اختارها بحيث تديني المخرجات بكفاءة اعلى من فكرة التصميم الاولاني. مثلا براد الشاي، انا ثابت عندي حرارة من خلال مادة تنقل الحرارة دي للمية، زمان قوي كان بيتعمل منه الفخار وبعدين الخزن، فهي كانت مواد بتتحمل درجة حرارة عالية وكل حاجة، بس بتاخد وقت طويل في نقل الحرارة للمية، بس برضو ما ننكرش انها مواد سيراميكس، يعني بتقدر تحتفظ بالحرارة لوقت اطول من اي مادة تانية، ولكن ما كانش يلزمني النقطه دي قوي، غير انها كمان مواد بتتكسر بسرعه
فراحوا بعد كده استخدموا الحديد، موصل كويس وعمره أطول، بس اكتشفوا إنه بيصد وغير صحي. زي ما بعدين استخدموا النحاس كان موصل ممتاز وكل حاجة، ولكن النحاس لما بيتأكسد يعني بيتكون عليه طبقة أكسيد وبنسميه بيجنزر، بتضعف من خواصه وبحتاج بعدها وبيسموها إن أبيض النحاس عشان يرجع زي الأول. جم بعد كده قالوا خلاص هنستخدم الألمنيوم، مادة موصلة كويسة وتفاعلها مع الأكسجين حتى بيبقى على المدى البعيد، وهي برضه يعني بتتأكسد يعني بنسميها بتتملح، بس هو للأسف من المواد المستخدمة حاليا كأواني الطهي وفي الأغذية عموما، بس برضه هي غير صحية. على الرغم على فكرة إن الفخار والخزف اللي كانوا في بداية الموضوع أأمن بكتير من أي مادة تانية ذكرتها. المهم إنه بعد كده استخدمنا الستانلس ستيل، وأخيرا دلوقتي البراد وصل لصورة الكاتل اللي احنا عارفينه، وده لأن استخدام الكهرباء وتحويلها لمصدر حرارة وفر لي وقت جامد. المهم عندي دلوقتي إن مصدر الطاقة الأساسي اللي داخل للمنتج اتغير، وبالتالي وظائف المكونات اختلفت، بس الوظيفة أو الفكرة كمجمل ثابتة وهي نقل الحرارة للمية، إنما بتغيير المكونات بلاقي إن كل مكون وظيفته بتتغير. أنت عمال تهري ليه من الصبح؟ برضه محلناش المشكلة، أنا أختار المادة دي إزاي وأنا عندي عدد مواد متوفر ليا كبير جدا، كم هائل، أكتر من 160,000 مادة. بص كل كلمة بقولها هتوضح لك الموضوع جه منين وإزاي، بدل ما تشوف قوانين ومعادلات وتقول دي ملهاش لازمة وتتفاجئ بها بعدين على أرض الواقع وبأهميتها. فشوف أنا هقولك ما تقلقش، بس نعرف الأول 160,000 مادة دول ظهروا إزاي، هل ظهروا مرة واحدة، وهل الكومبوزيت ماتيريال اللي اتكلمنا عنها الفيديو اللي فات دي مواد جديدة؟ ده اللي هنعرفه سوا الفيديو الجاي بإذن الله. فإلى حين اللقاء مرة تانية، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.